رجع محطتنا الأخيرة لليوم، رح نتوقف فيها بعالم التغذية مع الدكتورة دعاء شعبان، وموضوعنا لليوم الفيتامين د، وهو من الفيتامينات الضرورية والهامة لجسمنا، ومثل ما بنعرف بأنه بيتكون من خلال التعرض لأشعة الشمس، ويحتاج الجسم مقدار 400 وحدة من الفيتامين. لكن اليوم رح نسلط الضوء على نقصه، وما هي الأسباب والمشكلات الصحية يلي بتصير بسبب نقصه، وكيف فينا نعوضه بالتغذية مع دكتورة دعاء. يسعد صباحك دعاء، كيفك؟ يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي دعاء. أهلا وسهلا دعاء، فيكم. بالبداية عرفينا أكثر عن فيتامين د وفوائده الصحية. هلا مثل ما ذكرت ميسان، أول شيء إنه هو فيتامين الشمس، يعني نحن بنحصل عليه من خلال التعرض لأشعة الشمس. حتى نحن يوم حدا بده يروح لعمل تحليل فيتامين د، لازم يعاير 1.25 هيدروكسي فيتامين د لحتى يبين معنا إذا في نقص فيتامين د بالجسم أو لا. هلا 90% من الحصول على فيتامين د لازم يكون من خلال التعرض لأشعة الشمس، و10% بنحصل عليها من خلال الغذاء. هلا اهميه الفيتامين د كثير كبيره، يعني اول شيء بيثبت الكالسيوم بالعظم، بيثبت معدن الفوسفور الفوسفات عفوا بالعظم، مهم للاطفال مشان اذا نقصه ما يعملنا امراض الكساح، مهم لتقويه العظام. هلا في دراسات له علاقه بامراض القلب، اغلب الناس اللي عندها امراض بالقلب عم يلاحظوا عندهم نقص فيتامين د، حتى لاحظوا انه الاشخاص يعني يكون عندهم مستوى فيتامين د طبيعي عم يقينا 7% من الاشخاص القلب عم يساعدهم بالتحسن. له علاقه ب 17 نوع من انواع السرطان، اهم سرطان القولون وسرطان الثدي عند السيدات. عم نلاحظ اخر فتره انتشر موضوع فيتامين د كثير قريج، يعني هلا هو العالم عم يفكروا انه هو موضه نقصه، او اغلب الناس بشكل عام ان كان سيدات ولا رجال، هو ما بت يعني ما له حصرا على جنس انه انثى ولا ذكر. عم نلاحظ انه عند الكل هلا هالفتره عم يصير عندها نقص فيتامين د. الكل عم يقول ليش هالفتره وليش، ومن قبل انه لاحظنا نقص فيتامين د. مثل ما بنعرف الابحاث والدراسات دائما بتجدد، وكل ما هي عم تجدد نحن كل ما لنا عم نعرف انه اهميه هالفيتامينات. حتى درجه هالفيتامين اخر فتره صاروا يعتبروه عفوا هرمون من اهميته، يعني ما عاد مثل باقي الفيتامينات. قد ما بيدخل بعمليات الاستقلاب عم يدخل هلا كمان له علاقه بالانواع بالمناعه، له علاقه بزياده الوزن، عم يلاحظوا كثير له علاقه حتى له علاقه بالزهايمر بالباركنسون. هي كلها طبعا دراسات قيد الاثبات. هلا فيتامين د اكيد له علاقه بتثبيت الكالسيوم، بس كل هالكلام عم يقوله كل دراسات قيد الاثبات، وان شاء الله لقدام نحن يعني العلماء والماشيين بهذا الموضوع ان شاء الله تثبت لقدام، بس عم يلاحظوا كثير له علاقه بالامراض، وكثير نقصه عم يسبب كثير امراض. طيب شو اسباب نقصه؟ يعني كثير عالم بيقولوا لك انا عم بتعرض للشمس، انا عم اكل كل شيء فيه فيتامين د، بس عم يكون هو فعلا بمستويات كثير قليله، يعني خصيصا اللي بعمر الشباب عم نستغرب انه مثلا الام بالجسم بيتعبوا فجاه بيروحوا بيحللوا بيطلع نقص فيتامين د. هلا مثل ما قلت لك في ناس بيقولوا انا عم بتعرض للشمس، هلا ممكن اول شيء يكون تعرض للشمس بوقت خاطئ، يعني انا يوم روح امشي تحت الشمس تكون عموديه مثلا من الساعه 12 للساعه 4 العصر، هذا كلياته هي تعرض خاطئ للشمس. هون نحن ما احنا استفاد فيتامين د. اي شخص بده يستفيد من فيتامين د بده يكون التعرض من الساعه 8 الصباح للساعه 10 صباحا، او بعد فتره الظهيره، يعني من الساعه 4 ل 5 6، عم بحكي باوقات الصيف طبعا باوقات الشتاء. حتى نحن نستفاد فيتامين د لازم تكون الشمس مائله. او ممكن كمان في اشخاص بيعانوا مثلا من عدم تصنيع فيتامين د بجسمهم، نقص بتصنيعه، عندهم امراض بالكليه، عندهم امراض بالكبد. نحن لما نتعرض لفيتامين د، فيتامين د عم يتشكل عندنا فيتامين د 2 تحت اشعه الجلد، عفوا تحت الجلد، بعدين بيروح للكبد، بعدين بالكليه بصير فيتامين د 3 اللي هو قلت عليه 1.25 هيدروكسي فيتامين د. نحن يكون عندنا مشاكل بالكليه، عم يكون عندنا خطا بتصنيع هذا فيتامين د. في ناس ينتبهوا كمان لموضوع مشاكل الكليه، او بيكون خطا وقت التعرض لفيتامين د، او بيكون ما عم ياخذوا الاغذيه، او ما عم يكون تناول الاغذيه بشكل كافي لحتى يحصلوا على فيتامين د. طيب دعاء، خبرينا اكثر، يعني شو اهم الاعراض اللي ممكن يشعر فيها اي شخص عنده نقص هالفيتامين؟ هلا اهم الاعراض بنلاقيها اريج التعب، الخمول، الكسل، او الام بتحسي مثل تقلصات بالعضلات والعظام، او بيقول لك الشخص. حتى احيانا في اشخاص بحسوا عندهم خفقان بالقلب، بيكونوا مو قدرانين يعملوا شيء، حتى بيعمل كآبه، يعني نقص فيتامين د. بتلاقي الشخص عنده نقص فيتامين د عنده كآبه، وعنده كمان توزع الدهون حول منطقه البطن بيكون كثير كبير. يعني في ناس تلاقيهم عندهم بدانه منطقه البطن، اللي عنده بدانه منطقه البطن عم يلاقي عنده كآبه، عنده خمول، دغري يروح يحلل فيتامين د، لانه لاحظ كمان له علاقه بموضوع زياده عدد الخلايا حول خلايا البطن، لانه مثل ما ذكرت هو بيعمل تعب، بيعمل خمول، بيرفع عنا هرمون الكورتيزول، وبالتالي بيسبب زياده عدد الخلايا الدهنيه حول منطقه البطن، وبيعمل بدانه، وبنعرف اخطار البدانه نحن امراض القلب والشرايين والى اخره. يعني حكيتي انه كمان في اشخاص ما بيكونوا عم يتناولوا الاغذيه اللي بيكون فيها فيتامين د. خلينا نحكي شويه اهم الوجبات الغذائيه يعني ممكن انه يتناولها الشخص، بتكون بتحتوي على كميه كافيه من فيتامين د لحتى
يمتص جسمه. تمام. هلا رقم واحد زيت السمك تقريبا بيغطي لنا 95% من احتياجاتنا فيتامين د. يعني الاشخاص او الاشخاص العاديين يعني نحن او اي حدا فيه ياخذ حبوب زيت سمك بتغطي 95% من احتياجاته حتى لو كانوا ما عم يحسوا بشيء. تمام. اي حدا على فكره هلا اذا ما عم يحس بشيء او حاس باعراض، هلا في ناس ما بتروح بتحلل، هلا التحليل شوي غالي، هلا عم يكلف يعني ممكن قدرته الماديه ما تسمح له انه يحلل، عم يحس بالاعراض. هلا ممكن اي واحد عم يحس بهذا الاعراض ممكن يروح مثلا ياخذ يوم كل اسبوع او يوم اي يوم لا حب عيار الفيتامين د ما بيأثر. حتى المرضعات لازم ياخذوا فيتامين د، الاطفال من سن الولاده هلا يعني من اول ما يخلقوا بنلاحظ عم نشوف في نقوط صار فيتامين د. تمام. بنلاحظ دغري بالمشفى يعني مع الراشات دغري بيطلع فيتامين د لعمر السنة والسنتين، للحوامل للكبار بالسن لأنه كمان بيخف تصنيعه ميسان الكبير الكبار بالسن عم يخف تصنيع فيتامين د عنده بالجسم، هذا كلياتهم هدول لازم ياخذوا فيتامين د. هلا أكثر مصادر الغذائية مثل ما ذكرت أول شيء زيت السمك اللي نحن بناخذه، الأسماك هلا نحن ببلدنا شوي قليلة استخدام الأسماك لأنه ممكن بس الأشخاص اللي عايشين بمنطقة البحر، بس أهم الأسماك هي بتكون سمك السلمون اللي هو كمان شوي غالي هذا صعب الحصول عليه شوي كثير. تمام. هلا ممكن نعوضها بالسردين او بالتونه، يعني هدول اكثر شيء متوافرين. هلا بياض البيض فيتامين د نسبه قليله بس كمان نحن لازم نحصل عليها، بيغطي لنا 10% من احتياجاتنا. الحليب المدعم، الحليب المدعم فيتامين د مو اي حليب. يعني هلا مو انا اذا رحت شفت مثلا حليب بقري الفرط اللي عم ينباع هو في فيتامين د، لا الحليب المدعم فيتامين د. الفطر فيه كميات قليله من فيتامين د خاصه اذا كان عم تكون زراعته معرضه لاشعه الشمس، الاجبان الالبان هي كلها بتحتوي على فيتامين د. هلا للاسف الخضار والفواكه ما فيها نسبه فيتامين د يعني شبه معدومه باستثناء الفطر مثل ما ذكرت اذا كان عم ينزرع تحت اشعه الشمس. مشان هيك مصادر الغذائيه هي قليله، لازم دائما نحن نتناول الالبان الاجبان البيض هي كلها حتى نحصل مثل ما ذكرت كمان حب زيت السمك والتونه والسردين حتى نحصل على فيتامين د. وغير هيك التعرض رقم واحد لاشعه الشمس. يعني نحن مصدر سهل وبلاش ورخيص ومتوفر للكل. هلا في صبايا بيخافوا على لون بشرتهم، نحن بيحبوا عنا البيض بقى بتخاف الواحد يسمر ربع ساعه ما تسمري فيها او ما حيتغير لون بشرتك، ولازم تسمري ساعات الصباح الاولى يمكن تمام. ما بتكون اشعه الشمس لازم يحطوا واقي شمسي. يعني انا مو حط واقي شمسي واتعرض لاشعه الشمس، هاي نقطه كثير مهمه. تمام. هلا هي ربع ساعه وبهالفتره اللي ذكرتها من 8 ل 10 الصبح ما حتعملنا تغيير بلون البشره، هال 10 دقائق ربع ساعه بالعكس نحن حنحافظ على مستويات فيتامين د الطبيعيه باجسامنا، حنحافظ على صحه لان مثل ما ذكرت قديش عم يدخل فيتامين د بتغيرات جسمنا ان كان من ناحيه الامراض ان كان من ناحيه حتى طبيعه جسمنا حتى بنشاطاتنا اليوميه. بهال 10 دقائق ربع ساعه معلش نتعرض لها بدون ما نحط واقي شمسي وما نكون طبعا تحت بلور، يعني مو اذا قعدت ببيتي اذا كان مثلا على الشمس عم يدخل اشعه عفوا تحت البلور عم يدخل اشعه الشمس، لا بده يكون تعرض فائدة مباشر. كمان يمكن بلدنا بتتمتع بمناخ جميل وباي شخص بيقدر يستفيد صح من اشعه صح الشمس بعكس بلاد يمكن ما بتشوف الشمس ابدا. يمكن دعاء كان هلا بيهم كثير من الامهات الاولاد اللي رايحين على المدرسه وبدايه العام الجديد انه شو الاغذيه لازم تتوفر بشنتايتون ان كان الصبح يتناول الطفل او حتى بس يرجع من مدرسته، اهم الاغذيه اللي بتعزز هالفيتامين بجسمه. هلا الاجبان والالبان عموما كلياتها فيها فيتامين د، يعني اذا كانت حتى اذا كمان مثل ما ذكرت الحليب المدعم. هلا اذا بدي احكي شوي هيك وجبات لطفل، يعني اهم شغله نحن وقت نطلع الطفل برات البيت لازم ياخذ وجبه لحتى يقدر يكمل نشاطه باليوم او لحتى يقدر يستوعب الدروس، لانه اول حصتين دائما بنعرف اريجيا رياضيات وفيزياء والمواد الدسمه. بقى اذا بده ينتبه وحتى ونعزز فيتامين د اذا اخذنا كاسه حليب صباحيه مدعمه فيتامين د كثير بيكون منيح، اذا اخذنا قدامها كعكه او اي بسكوت متواجده بالبيت هي وجبه سهله التحضير. اذا بعتنا مع الطفل كمان على المدرسه سندويشه فيها جبنه لبنه بيكون كثير ممتاز. هلا بيض صعب الحصول عليه، ممكن نخلي وجبه البيض للعشاء. يعني اذا الامهات مثلا عملت بيض مع فطر قلتهم شوي، حتى في زبده بتكون مدعمه فيتامين د، اذا قلينا البيض وحطينا مع شويه فطر بتكون وجبه العشاء. هيك بنكون حاولنا نخلي الطفل يحصل قدر المستطاع على فيتامين د، واهم شيء تعرض الطفل لاشعه الشمس. هلا بالباحات عم يلعبوا الاطفال بقى كثير ممتاز، هيك بيكونوا تعرضوا. كمان بانه عم نحكي عن الاطفال بعمر صغير بالولاده احيانا اذا ما انعطى الفيتامين د للطفل منشوف صار موضوع الكساح، بهالحاله كيف الاهل فيهم يتداركوا الموضوع؟ هل مجرد انه اعطاء حبوب او نقوط بيعدل الموضوع؟
هلا اذا وصلنا لامراض الكساح صرنا بشيء ثاني ميسان، هلا بده يصير شيء ابر، بده يصير تدخل ثاني. يعني هلا انت خلص ابر فيتامين د تمام، ابر فيتامين د. هلا ان كان حبوب ولا نقط ولا ابر، هي كلياتها على حسب قديش انت طالع معك نقص فيتامين د. هلا النسبه الطبيعيه له نحن تقريبا نعتبرها طبيعيه من 20 ل 50 نانو جرام بالمليمتر. اذا نقص عن ال 20 لحد 12 نحن ممكن ندخل مكملات غذائيه مثل ما ذكرت نقط ولا حبوب. تحت 12 هون ندخل لابر. هلا مرض الكساح ممكن هون صفه، يعني بده يكون علاجه طويل، وبتمنى طبعا ما نوصل لهالمرحله. تمام. هلا قليل الحصول نحن عنا هذا الموضوع بالبلد، لانه مثل ما قالت ميسان نحن بلدنا يعني فيها الشمس بشكل يعني بشكل كثير كبير، وفينا نتعرض لاشعه الشمس. بس بتمنى على الامهات ينتبهوا لهذا الموضوع. هلا كثير المستشفيات منزل ولاده دغري بتلاقي طبيب الاطفال دغري حط نقوط لفيتامين د، يعني الام ما تستهين فيه، انا ما بدي اعطي. وطبعا هلا قلتي هو احتياجات الاشخاص 400 وحده دوليه باليوم. هلا 400 وحده دوليه ايه اوكي، بس ما تجي ام تعطي من اللي هي عم تاخذه لطفله انه هيك هون 400 وحده دوليه وهون 400 وحده دوليه. طبعا لا، بيختلف في جرعات طبعا من الرضع غير الاطفال غير الكبار غير الكبار. حتى كبار السن بحاجه 600 وحده دوليه، والحوامل والمرضعات بحاجه 800 وحده دوليه. مشان هيك لكل شخص له احتياجاته الخاصه، ما ندخل شخص يعني على حساب شخص تقوم ام تعطي انه من 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 دواء تبع لطفله الرضيع انه هي هيك عم تعطي. لا، هلو نقوط خصوصي نحن كل يوم نعطي على حسب وزنه بيوصف له الدكتور. ما يعني ما نتهم بهذا الموضوع، نعطي طفلنا مشان ما يتعرض لمرض الكساح مثل ما ذكرتي. يعني هي اهم النصائح يلي خبرتينا عنها دعاء حول موضوع فيتامين د. نحن بنشكرك كثير على هالمعلومات الغذائيه يلي اضفتيها لصباحنا. شكرا كبير لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك دعاء، واكيد نتمنى كل الاشخاص يكونوا استمعوا لهالنصائح ويلتزموا فيها. شكرا.